تحية طيبة مشاهدين الكرام، أسعد الله أوقاتكم بكل خير. تعنت ومراوغة ومماطلة، وإثيوبيا تسعى إلى أن تكون قوة إقليمية في المنطقة من خلال تحكمها بمنابع النيل. إثيوبيا أو بلاد الحبشة كما كانت تسمى سابقا، تسعى إلى تعطيش الشعب المصري من خلال منع مياه النيل عنه، وتسعى لإهلاك السودان عن بكرة أبيه، وكل ذلك عبر سد النهضة العظيم. تلك هي مصطلحات وعبارات واتهامات زاحمت كثيرا من وسائل الإعلام العربية في ملف سد النهضة، واستشرى خطبها بين أمم أثقل كاهلها الإعلام الذي يديره أحفاد مسيلمة، حتى إذا ما حارت العقول بتناقضاتهم ومغالطاتهم وتدليسهم، تبقى الحقيقة ملكا لمن يسعى إليها دون ما تحيز أو تعصب أو تزييف. فمن الذي يسعى لدق أسافين الحرب بين أديس أبابا والقاهرة؟ ومن الذي يعمد إلى تعكير صفو العلاقات بين شعوب المنطقة؟ ألم تؤدي بعض الشخصيات المعتبرة وغير المعتبرة في المشهد الإفريقي دور حمالة الحطب بامتياز؟ هل ساهمت تلك الأصوات الإعلامية أو ما يسمى لدى البعض باللجان الإلكترونية في إيصال الحقيقة للمشاهدين والمراقبين للمشهد؟ أم أنها ساهمت في تشويه صورة ما تدافع عنه بالشتائم وقبائح القول؟ لماذا يفسر المناهضون لسد النهضة موقف إثيوبيا على أنه تعنت وسعي للإضرار بمصر وشعبها، دون أن يلتفت أحد منهم للشواغل الإثيوبية في التنمية والازدهار؟ ورغم أن إثيوبيا تؤكد على لسان متحدثيها ومسؤوليها بأنها لا تسعى إلى الإضرار بأحد على الإطلاق، وتعلن عن خطواتها التي أقدمت عليها على الملأ بكل شفافية، بل أنها أشركت في التفاوض في مشاريعها السيادية أطرافا لا تخصهم، تلك القضية من قريب أو بعيد. وعلى الرغم من ذلك، يصر العديد على اتهامها بما ذكر آنفا وسواه. لماذا يهلل البعض لبعض مواقف السودان من سد النهضة إذا ما تطابقت مع موقف القاهرة، بينما يكيل لها الشتائم والإزدراء إذا لم يتفق معها في بعض المحاور والقرارات ومواقفها التي لا تنال استحسان البعض؟ هل يرجو البعض أن يكون السودان مجرد بوق يردد ما يهواه ويؤمن به؟ تلك هي محاورنا التي نتناولها في حلقة اليوم من برنامجكم السيادة، فأهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام. يسرني في هذا النقاش أن أستضيف معي هنا في الاستديو السيد حالي يحيى، الباحث في العلاقات الإثيوبية السودانية. كما يسرني أن أستضيف عبر خدمة سكايب من القاهرة الصحفي والمحلل السياسي البارز أحمد العناني. أهلا وسهلا بكما ضيفي الكريمين. أستهل الحلقة بسؤال ضيفي من القاهرة السيد أحمد العناني، برأيك ما هي جدوى تلك المناورات الإعلامية التي يقوم بها بعض الزملاء الإعلاميين في القاهرة؟ يعني بكل تأكيد، أنا في البداية سعيد بتواجدي على قناة الأثيوبية، العلاقات الأثيوبية المصرية. صحيح، هي علاقات الأثيوبية المصرية هي علاقات راسخة وعلاقات ضاربة جذورها في عمق التاريخ، يربطنا نهر النيل وتربطنا علاقات أخوية. أعتقد أن تواجدي يعني كمحلل سياسي على احد القنوات الاثيوبيه هو بدايه العلاقات على المستوى الاعلامي بين البلدين وعلى المستوى الحقيقه الشعبي. ونتمنى ان يكون هناك علاقات وطيده بعد ان ينتهي ملف سد النهضه بما لا يضر مصالح الدول الثلاث بما فيهم دوله المنبع ودولتي المصب. ويعني نتمنى ان يكون هناك تحريك للمياه الراكده عبر المفاوضات فيما يخص ملف سد النهضة. أعود مجددا لسؤال حضرتك فيما يخص الإعلام المصري. أعتقد أن الإعلام المصري
في واقع الأمر هو إعلام وطني يبرز القضايا الوطنية وقضايا الأمن القومي، وبالتالي هو يبرز للمشاهد والمتابع المصري والعربي ما تم من خلال المفاوضات ومن خلال سد النهضة ومن خلال يعني الحقيقة أهمية سد النهضة بالنسبة للدولة المصرية كونها دولة يهمها في المقام الأول ألا تتضرر من الأمن المائي، لأن مصر بتعتمد حضرتك تعلم والجميع يعلم في القارة الإفريقية وفي الوطن العربي أن مصر تعتمد يعني على نسبة 90% من مياه نهر النيل الأزرق، وبالتالي الإعلام المصري له أجندة وطنية هو يعني إبراز حقيقة ما يدور حول ملف سد النهضة وحقيقة المفاوضات للمشاهد العربي والمشاهد المصري وللشعب المصري في المقام الأول. لم يتعرض الإعلام المصري للدولة الأثيوبية إلا بكل خير، لم يتعرض يعني أبرز القيادات الإعلامية في الداخل المصري للدولة الأثيوبية في واقع الأمر بأي نوع من أنواع في واقع الأمر يعني التجني، وإنما يعني يحترم الإعلام المصري بيحترم الدولة الأثيوبية. أعتقد أن القيادة في مصر أيضا تحترم الشعب الأثيوبي، ونتمنى أن يكون يعني هناك تحريك للمياه الراكدة كما قلت قبل. نعم نعم، ولكن سألتك سيد أحمد، نقدر نعم نقدر هذا الموقف تماما، ولكن أنا سألتك هنا، هناك بعض المناورات الإعلامية يعني تصريحات تصدر يعني من المسؤولين المتحدثين المصريين على وسائل الإعلام الرسمية وغير الرسمية. علاء الظواهري، سأعطيك أسماء شخصيات، يعني علاء الظواهري هو عضو لجنة التفاوض، يقول يعني سر تعنت إثيوبيا هو السدود، يعني في مسألة بنائها للسدود الأخرى، كما يقول بالحرف إثيوبيا ستصل بنا إلى حافة الهاوية. هناك العديد من التصريحات التي يعني ربما لا أستطيع حصرها لك، يعني هناك مقالات وتصريحات لأحمد موسى وهو أحد المحسوبين على وسائل الإعلام الرسمية، هناك تصريحات للسيد معالي وزير الخارجية محمد عبد العاطي وزير الري المصري يقول إثيوبيا خدعتنا، علاقتنا بها زواج كاثوليكي، الكثير من التصريحات. لا يمكن أن تنكر هذه التصريحات التي هي موجودة للعلن لمن أراد أن يشاهدها. كيف تتعامل وسائل الإعلام المصرية يا سيد الكريم في ملف سد النهضة أو في طريقة تعاطيها مع ملف سد النهضة؟ يعني هو للأسف الشديد الصوت يتقطع بشكل كبير، وأنا يعني لم أسمع إلا يعني ربما أتحدثت حضرتك عن بعض الرموز الإعلامية، يعني كما سمعت الصوت يتقطع بشكل كبير، أنا لم أسمع الكثير من سؤالك، ولكني إذا تحدثت عن الإعلام المصري أعتقد أن الإعلام المصري لم يتطرق إلى يعني إلى الدولة الأثيوبية وإلى ما يخص الداخل الأثيوبي، لم يدخل أو يعني في الحقيقة يتطرق أيضا إلى بعض الملفات الخاصة التي تخص الدولة الأثيوبية. هناك شأن داخلي فيما يخص الدولة الأثيوبية، فيما يخص ملف سد النهضة كما قلت لك قبل قليل هو الإعلام بيبرز يعني المفاوضات وما تم الوصول إليه، إذا كانت كنا نتحدث عن مفاوضات الاتحاد الإفريقي ومن قبل واشنطن ومن قبل مبادرة السودان ومن ثم مبادرة الاتحاد الإفريقي والعمل على يعني الجلوس على طاولة مفاوضات، كل هذا يبرزها الإعلام المصري. طيب وضحت الفكرة، وضحت الفكرة سيد أحمد. نعم سنعود إلى هذه النقطة إذا سمحت لي حتى لا يداهمنا الوقت سيد أحمد. أسألك سيد حالي، ما هو ردك على ما تحدث به أحمد العناني؟ يقول أن الإعلام المصري يتحدث ويقول يعني يدافع عن موقف بلده في ملف سد النهضة، يمثل إعلامه إعلاما وطنيا يدافع عن قضاياه، وتعلم أن السودان في هذه الأزمة هي عضو في هذه المفاوضات. كيف ترد على كل ما ذكر وكيف تتعامل وسائل الإعلام العربية مع هذا الملف؟ أشكرك أخي الكريم محمد العروسي. الأخ الكريم الأستاذ أحمد العناني طبعا يتحدث عن أشواقنا وآمالنا جميعا أن الدول نهر النيل أو دول النيل ينبغي أن تكون أو تاريخيا كانت ولا زالت، هو حسب ما قال ما زالت يعني علاقتها طيبة وينبغي أن تكون كذلك، ويجب أن تتفاهم في مسائل التنمية يعني المشتركة. يعني أرجو أن لا يكون هناك يعني شعور من الأخ أحمد العناني
أنه يعني في محاكمة أو في يعني في مناظرة يعني يكون يعني ربما قد أشد عليه قليلا. يعني هناك تحايل أو تغيير أو تزييف لبعض المعلومات على الواقع من الإعلام المصري، هناك عدم تعامل على يعني على بواقعية مع موضوع سد النهضة. معروف أن سد النهضة حينما دعت أثيوبيا لبناء هذا السد في العام 2011، دعت الطرفين السوداني والمصري للمشاركة بخبراء والمشاركة في إتمام هذا المشروع الذي سيبشر بخيرات التنمية للمناطق كلها. لكن هناك كان توجس من الجانب المصري، وله أن يتوجس وله أن يتخوف، لكن عقلاء مصر وخبراء مصر قالوا، أن بعضهم قال أن هذا السد لا يكون له ضرر على الجانبين المصري والسوداني. فلا أدري لماذا الإخوة في مصر أو النخب المصرية دائما تقحم موضوع السودان مع مصر، يعني دائما يعني يتحدثون عن مصر والسودان، مصر والسودان، في حين أن السودان يجب أن يدافع عن نفسه ويظهر يعني الوضع كما هو عليه يعني على واقعه. كيف يدافع عن نفسه؟ السودان راضي بكل هذه، يعني لا سميها ما شئت، يعني السودان لا ندري يعني موقفه الذي نشاهده الآن، يعني البعض قد يفسر موقف السودان على أنه مع مصر. لا يعني أنا لا أتفق معك مع هذا التوصيف، لكن جرت العادة من قبل الإعلام المصري أن يجرجر السودان دائما إلى المصالح المصرية، ويجب على السودان دائما أن يكون في موقف محايد، يرى مصالحه. أين هي مصالحه؟ هل هي مصالحه مع هذا السد؟ هل السد سيفيد السودان؟ هل إذا كان السد سيضر بالسودان، وإذا كان السد سيضر بمصر، أعتقد أن السودان كان من المفترض أن يكون صدا منيعا في منع بناء هذا السد. لكن طالما أن السودان اقتنع أو أغلب الخبراء اقتنعوا أن هذا السد لن يضر بالسودان، فلذلك هم الآن ليس هناك تخوف من الجانب السوداني من بناء هذا السد. لكن نقدر التخوف المصري، نقدر التوجس المصري، لكن يعني في نهاية المطاف تقنيا وفنيا ليس هناك ضرر كبير على الجانب المصري. أقول لك أخي الكريم محمد العروسي، وأتمنى أن الأخ أحمد العناني يكون يعني يسمعني، أقول أن السد العالي مخزونه الاستراتيجي لمصر أكبر من سد النهضة، إذا لماذا التخوف المصري يعني؟ فأنا لا أدري. نعم، أنقل هذه النقطة للسيد أحمد العناني. سيد أحمد، لماذا هذا التخوف؟ يعني هذا الأخ من السودان، السيد حالي من السودان، وهو على اطلاع بالشأن السوداني والشأن الإثيوبي، باحث في العلاقات الإثيوبية السودانية، يقول تخوفات مصر، يعني من حقها أن تتخوف، لكن بما يتعلق بملف سد النهضة، لماذا يتم إقحام السودان حينما تتحدث القاهرة من قبل المسؤولين المصريين ومن قبل المتحدثين المصريين، لماذا يتم إقحام السودان وهذه المفاوضات أو التخوفات عفواً التي يبديها الجانب المصري في ملف سد النهضة الحالية غير منطقية على حسب حالي أحياء؟ كيف ترد على هذا الأمر؟ يعني دعني أقول لك وللضيف الكريم أن كل دولة بتسعى إلى مصالحها، وأي دولة في العالم وفي علم العلوم السياسية تحقيق الدول لأمنها الحقيقة القومي ولأمنها المائي هو يعني سبيل وحيد لاستقرار الدول، وبالتالي كل أنظمة العالم بتعمل على يعني تحقيق المصالح. كون أن القاهرة لا تقحم السودان ولا تتحدث باسم السودان، ولا السودان تتحدث باسم القاهرة، نحن نتحدث عن بعض المطالب المشروعة التي تحدثت عنها القاهرة توافقت في الرؤى يعني الجانب السوداني. وقلت يعني مرارا وتكرارا أن الجانب السوداني يتخوف من بعض النقاط الفنية التي تتعلق بأمان سد النهضة، تتعلق على بعض الآثار البيئية والاجتماعية التي ستتضرر بشكل كبير جراء يعني سد النهضة، وبالتالي هناك تخوف من الجانب السوداني. كلامي هذا يعني له دلالة، الدلالة هو ما تحدثت به وزارة الخارجية السودانية، هو ما تحدثت به السيدة أسماء حينما قالت أن يعني الحقيقة المسألة التي تتعلق بملف سد النهضة هناك بعض التخوفات، ولابد أن يكون على الجانب الإثيوبي إبراز أو يعني العمل على طمأنة الجانب السوداني. هل تستطيع أن توضح لنا أستاذ أحمد هذه التخوفات؟ هل تستطيع أن توضح لنا بعضا من هذه التخوفات التي أبداها الجانب السوداني وأنت تعلمها وهم لا يعلمونها مثلا؟
يعني نعم، يعني تحدثت السودان على فيما يخص يعني انخفاض منسوب مياه نهر النيل. أنا أتحدث هنا يعني أتحدث عن نقطة هامة، أن السودان له مصلحة، يعني السودان لديه سياسة وسطية، بمعنى أنه يريد الاستفادة من سد النهضة ومن الكهرباء التي ستولد والطاقة فيما يخص ملف سد النهضة. أعتقد أنه الدول الجوار ودول الحقيقة حوض وادي النيل، أعتقد أنه في استفادة، وستستفيد أثيوبيا كدولة مصدرة وأيضا بعض الدول التي تعاني ولديها نقص. هذا من حق الجانب السوداني ومن حق الجانب الأثيوبي تصدير فيما يخص يعني الطاقة. أنا في اعتقادي أن هناك برضه تضرر، يعني هو يتحدث عن الاستفادة ويتحدث أيضا أن هناك تضرر. هذا التضرر يتعلق ب يعني أمان السد، يعني هناك تخوفات أنه لا يوجد طمأنة من الحكومة الأثيوبية فيما يخص أمان السد. لا توجد أي في حقيقة الأمر يعني أي حديث من الحكومة الأثيوبية على طمأنة الجانب السوداني. يتحدث الجانب السوداني أيضا على المادة الإلزامية في المفاوضات، في المسودات التي طرحها الاتحاد الأفريقي. توافقت المسودة الأثيوبية إلى حد كبير مع المسودة المصرية التي رفضها الجانب الأثيوبي، التي تتعلق بأمان السد، تتعلق بانخفاض منسوب المياه، تتعلق ببعض النقاط الجوهرية، ومن ثم تتوافق الرؤى في بعض النقاط التي تتعلق بأمان السد، بانخفاض منسوب المياه وغيرها في المادة الإلزامية وفي الحقيقة آلية فض النزاعات وغيرها. هذا ليس حديثي، هذا ليس حديثي، هذا حديث الحكومة السودانية. الحقيقة الضيف لا يعكس حقيقة، يعني الضيف من السودان لا يعكس حقيقة ما تتحدث به الحكومة السودانية. يعني هو يتحدث في واد والحكومة السودانية تتحدث في واد آخر. ولكن هناك تصريحات لمسؤولين سيد أحمد، يعني مسؤولين، سأترك له الرد على هذه النقطة. على كل حال سيد حالي، لديك بعض النقاط للرد على السيد أحمد، ولكن قبل ذلك أريد أن أسألك. إثيوبيا عندما تشاهد وتلاحظ الموقف تجد بأن إثيوبيا لا تعول على موقف أي من دول المنبع، إنما تعول على موقفها الخاص. إلى أي حد تتطابق المواقف السودانية مع المواقف الإثيوبية، أو المواقف السودانية مع المواقف المصرية؟ أولا يعني كما ذكرت لك أخي الكريم، أنا أنقل هنا، يعني أنا لا أنقل الرأي، رأي وزارة الخارجية، أنا أنقل لك رأي الخبراء السودانيين في موضوع سد النهضة، من سلامته ومن منافعه أو من مضاره بالنسبة للسودان. هذا هو الأمر الذي نتناقش عليه. أنا أرى أن الجانب المصري يتعامل مع قضية الأمن المائي بشيء من التهويل. لا نعم الموضوع. نعم، هناك تعامل، يعني من أنا قلت لك، يعني 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 إذا رجعنا للتاريخ، وربما الزمن لن يعني يسمح لنا، مصر كانت حريصة جدا على بناء السد العالي للتأمين، يعني لضمان أمن الماء لها فقط، دون مراعاة لمصالح السودانية حتى في ذاك الوقت. هذا تاريخ مضى ولا نريده أن يتكرر من سد النهضة. الآن سد النهضة مقارنة بالسد العالي منافعه عديدة ولنا فيه مصالح عديدة بمنطق الخبراء على الأرض. أقول لك أخي الكريم، إذا كان هذا السد الآن من عام 2011 إلى الآن ووصل إلى ما وصل إليه من يعني من قرابة 80% أو 75% من مستوى البناء والانتهاء من، يعني أين كانت مصر الآن يعني من ذاك الوقت إلى الآن؟ لماذا لم تمنع مصر من بناء هذا السد إذا فعلا كان سيضر بها؟ الأمر أمر سياسي، والأمر هو موضوع سد النهضة هو تغيير للجغرافيا السياسية الاستراتيجية للمنطقة، والمسألة لا تتحمل أكثر مما يعني مما مضى. لذلك كما قال الأخ الكريم أحمد العناني، أن هناك كانت توافقات عديدة جدا في مسائل عديدة، وما بقي 95% من القضايا الخلافية تم حلها والتوافق عليها، ما بقي فقط كانت نسبة بسيطة جدا. من السبب في عرقلة ما تبقى من المفاوضات أو ما يعني ما سار عليه المتفاوضون؟ أعتقد أن الجانب المصري يرى إنه دعوة يعني في المساء يعني في المرحلة الأخيرة حينما دعت يعني مصر أثيوبيا والسودان إلى واشنطن لمحاولة إشراك الولايات المتحدة والخزانة الأمريكية في يعني زي ما تقول تسهيل عملية التوافق بين الدول الثلاث،
تعسرت المواقف ويعني أثيوبيا رجعت إلى أديس أبابا وقالت يا أخواننا أنا ما حوقع على المسودة حتى ما أقوم بمراجعتها مع الجهات المعنية ثم أرد لكم. فبذلك في تلك الفترة اعتبرت مصر أن هذا انسحاب من الجانب الأثيوبي. لكن يعني مصر أيضا كانت أحيانا ترجع إلى القيادة أو ترجع إلى الخبراء وتناقش مسائل عملية التوقيع من عدم. سيد أحمد العناني، على ما استندت القاهرة في حصصها التي تطالب بها دول المنبع، وما موقف السودان حسب ما ترونه كمحللين يعني من الجانب المصري إزاء هذه الحصص؟ بكل تأكيد كل دولة بتسعى لتحقيق مصالحها، هذا أمر مفروغ منه. حينما نتحدث يعني أنا سمعت الضيف يعني يتحدث في نقطة ربما هي يمكن النقطة الوحيدة التي سمعتها في حواره، تحدث عن مفاوضات واشنطن. أعتقد أن يعني خير دليل أن السودان توافق مع الدولة المصرية فيما يخص مفاوضات واشنطن، وذهب يعني ذهبت الدولتان بصحبة الجانب الأثيوبي إلى مفاوضات 21 فبراير التي توخض عن هذه الحقيقة، يعني أن كان هناك توافق إلى ما يخرج من 90-95% من بعض النقاط الفنية، ولكن الجانب الأثيوبي للأسف الشديد لم يستكمل هذه المشاورات وهذه المفاوضات وانسحب يعني في طريقة لست أدري لماذا انسحب بعدما يعني جلس على طاولة مفاوضات، وهذا ما حتى ما أثار حفيظة الجانب الأمريكي. يعني أعتقد أنه يعني حجب المساعدات حتى في الفترة الأخيرة اللي وقعها اتخذتها الإدارة الأمريكية فيما يخص يعني بعض المساعدات التي علقت للجانب الأثيوبي كانت هي نتيجة لانسحاب أثيوبيا من مفاوضات 21 فبراير. جميل، لا بأس، دعني أقاطعك هنا إذا سمحت لي. لماذا ذهبت إلى واشنطن واختارت تدويل القضية بدلا من الثقة في الأفارقة ومناقشة هذه القضية في تحت مظلة الاتحاد الأفريقي؟ يعني أعتقد أن القاهرة بتحترم الاتحاد الأفريقي، والقاهرة يعني انخرطت في مفاوضات الاتحاد الأفريقي بعدما فشلت. يعني أنا نتحدث هنا عن الحقيقة اتفاقية المبادئ. الاتفاقية المبادئ تقول، والمادة العاشرة تقول، أن في حالة يعني عدم التوافق وفي حالة يعني أن يكون هناك طرف أضر بالاتفاقية أن يكون هناك اتجاه نحو وسيط. وبالتالي على ما أعتقد أن حينما اتجهت القاهرة ودولت القضية، ولكن هناك تدرج في هذه المادة سيد أحمد، اسمح لي أقاطعك هنا. هذه مادة هناك تدرج في هذه المسألة عندما تقول عندما نقول المادة العاشرة، فهي نصت على أن هذا التدويل أو هذا التشكي إلى المجتمعات الأخرى أو الأطراف الأخرى إنما يكون بالتدرج، يعني بالتوافق على هذه القضية. وأنا يعني أجبت سابقا يعني حتى يعني حينما خرجت في أكثر من قناة قلت وتحدثت في أكثر من فضائية أن الجانب الأثيوبي أعطى شرعية بتواجده بهذه المفاوضات. يعني لماذا تواجد الجانب الأثيوبي، تواجد الجانب المصري وتواجد الجانب السوداني، وانخراط الجانب الأثيوبي أعطى هذه المفاوضات شرعية، وللأسف أضرت أثيوبيا يعني بشكلها العام أمام المجتمع الدولي حينما انسحبت. لو كانت رفض الجانب الأثيوبي، ودعني أتحدث يعني وبكل صراحة وأنتم في قناتكم تقبلون الحق الرأي الآخر، أن الجانب الأثيوبي هو يعني في واقع الأمر من جعل الولايات المتحدة الأمريكية والمراقبين الدوليين يأخذون فكرة على الجانب الأثيوبي أن يعني أثيوبيا بالفعل تماطل ولا تريد أن يكون هناك اتفاق عادل ما بين الدول الثلاث. وبالتالي حينما انخرطت أثيوبيا في المفاوضات أعطت شرعية لهذه المفاوضات، مفاوضات 21 فبراير التي عقدت في العاصمة الأمريكية واشنطن. طيب، أذهب بهذه النقطة بالتحديد إلى السيد حالي، كيف ترد سيد حالي؟ أولا كما تتذكر أخي الكريم، يعني إذا كان الأخ أحمد لم يسمعنا أرجو أن تكتب له النقاط لكي تذكرها له. يعني مصر حينما تعثرت في فترة من فترات المفاوضات ذهبت ويعني إلى جامعة الدول العربية، وهذا أمر غريب جدا لأن أثيوبيا ليست عضو في جامعة الدول العربية، ما كان لها أن تذهب إلى جامعة الدول العربية، كان عليها أولا التدرج قبل الذهاب إلى الأمم المتحدة أو واشنطن أو الولايات المتحدة أو إلى أي يعني جهة عليا تراها مصر، كان عليها أولا كان تذهب إلى الاتحاد الإفريقي، ومن ثم إذا ما تعسر الاتحاد الإفريقي دائما مصر كانت ترأست الاتحاد الإفريقي، قد ترأست الاتحاد الإفريقي في 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 السنوات الماضية، يعني وهناك إقرار بأن إلزامية يعني البحث عن حلول إفريقية للمشاكل الإفريقية. إذن
ليس هناك سبب للإخوة أو لمصر أن تذهب إلى واشنطن. وهناك كما ذكر الأخ أحمد العناني هناك فقرة إذا ما تعسرت المفاوضات يمكن أن يذهبوا إلى جهة أخرى يتم الاختيار أو يتم التوافق عليها. ما كان وهناك فقرة لابد أن نعمل، إذا كانت إثيوبيا قد بنت هذا السد بناء على يعني التزاما أو حرصا منها على التنمية فقط دون الإضرار بالآخرين، هناك فقرة في معاهدات الدولية للمياه أن من حق أي دولة أن تستفيد من مواردها الطبيعية دون الإضرار بالآخرين. لذلك على الإخوة في الجانب المصري يعني ربما حاولوا عن طريق البنك الدولي عبر الولايات المتحدة يعني للضغط على أثيوبيا، والسودان كان في موقف محايد جدا في مسائل يعني الضغط على. طيب تفضل، كنت تتحدث عن بعض النقاط، واصل أرجوك لأن السيد أحمد لم يستمع إليك. أنا قلت لك في فترة من الفترات كانت مصر تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي، فهناك فقرة يعني اتفاق بين الأفارقة أنفسهم لا يعني تشير هذه الفقرة إلى أن المشاكل الإفريقية يفضل أن تحل عبر حلول إفريقية. ما كان لمصر ما كان يعني أجدر بمصر أن تذهب إلى الولايات المتحدة، وما كان الأجدر بها أن تذهب إلى جامعة الدول العربية، ونعلم أن أثيوبيا ليست عضوة في جامعة الدول العربية، والسودان كان في موقف شبه محايد ويرى مصالحه فقط. لذلك هناك فقرة مهمة جدا في اتفاقيات أو معاهدات دولية حول المياه تشير إلى أن أي دولة لها الحق في الاستفادة من الموارد الطبيعية دون الإضرار يعني بالآخرين. إذا ما رأينا هناك عدد من الدول يعني في القارة هناك يعني سدود مبنية مثلا ما بين العراق وتركيا، يعني كانت هناك عليها بعض يعني الإشكاليات، لكن تم حلها بالتوافق على المصالح المشتركة وأن ليس هناك تهديدا من جانب ما. لذلك الأمر أنا أراه أمرا يعني شبه منتهي. الآن السد تم بناؤه حوالي 75%، إذن لا داعي هناك للخلاف. النقاط الخلافية البسيطة حول مسائل الملء الثاني في فترة الجفاف أو الجفاف الممتد يمكن التوافق عليها ويكون هناك تبادل للمصالح المشتركة يعني. طيب الآن بعض الناس يتساءلون، ما دور السودان؟ هل هو وسيط أم مراقب أم يعني صاحب قضية أم شريك أساسي؟ وضح للمشاهدين. يعني أولا السودان ظل وما زال يعاني من تدخلات خارجية، هذه التدخلات الخارجية يعني أرقته يعني صراحة. يعني السودان الآن في وضع صعب جدا. أنت تعلم أن السودان الآن خرج من ثورة ضد البشير، والسودان عضو أصيل في المفاوضات، لكنه في فترة من الفترات حينما يعني هناك كان شد وجذب بين القاهرة وأديس أبابا كان يلعب دور الوسيط، مع أنه هو أيضا عضو أصيل في المفاوضات، لأنه هناك ثقة من الجانب المصري يعني للسودان، وهناك ثقة أيضا من الجانب الأثيوبي تجاه الدور السوداني في تقريب وجهات النظر بين الأشقاء في القاهرة وأديس أبابا. طيب وصلت الفكرة سيد أحمد، استمعت إلى ما قاله حالي يحيى. دعني أسألك هنا، برأيك وبرأي المراقب المصري كيف تجري المفاوضات؟ كيف تقييمك لهذه المفاوضات الجارية تحت مظلة الاتحاد الإفريقي؟ وإلى أين تتجه؟ وليتك تجيبني بالتحديد، لماذا لا تثق القاهرة في الاتحاد الإفريقي؟ العميد سمير راغب الخبير الأمني هذا كلامه نصاً يقول مصر تراجع دورها الإفريقي، دورها إفريقياً بشكل كبير، والدول الإفريقية تقف إلى جانب إثيوبيا بما فيها غرب إفريقيا. يقول مصر لا زالت في مخيلة الشعراء والأدباء فقط على أنها متوجة على القارة الإفريقية، وهذا غير واقعي. هذا كلام خبير أمني استراتيجي وهو العميد سمير راغب، وليس كلام محمد العروسي وهو مصري الجنسية. نعم، يعني أولا العميد سمير راغب هو محلل استراتيجي كما أنا محلل سياسي. يعني أعتقد أن الدولة المصرية يعني كل التصريحات التي تصدر من الدولة المصرية هي تمثل الدولة المصرية. إنما إذا كان هذا رأي العميد سمير راغب الشخص، أعتقد العميد سمير راغب يعني من الشخصيات الوطنية التي أعلمها ويعني وقريب منها، وهو يعني شخصية وطنية
وفي وقت الاخر هو ابن ابناء القوات المسلحه. ربما تكون يعني هالمره يعني تويتر او تصيح انا مش خاطر اجيب، مع ان العميد السامي الراغب يعي تماما دور الدوله المصريه، يعي تماما يعني ما الحقيقه سوق الدوله المصريه في القاره الافريقيه والاتفاقات المصريه الافريقيه. مصر حينما يعني كانت تبوات يعني لجنه السلم والامن في الاتحاد الافريقي وكانت تقود الاتحاد الافريقي في العام الماضي، اعتقد انها كانت علاقتها وطيده وكان لها يعني ثقل في الداخل الدول الافريقيه. مصر حينما تبوات، الو يا استاذ محمد انت تسمعني؟ ايوه تسمعني جيدا. يعني حينما تبوات مصر مقعدا في مجلس الامن للدول غير دائره العضويه كانت تحمل على عاتقها مشاكل القارة الإفريقية فيما يخص التغير المناخي، فيما يخص مكافحة الإرهاب، فيما يخص الإرهاب الذي توغل في دول الساحل والصحراء. وبالتالي مصر كانت لها رؤية حقيقية في فض وحل النزاعات في القارة الإفريقية. ولا يعني أعتقد أن هذه التصريحات ربما تكون يعني هناك بعض الحسابات التي في واقع الأمر بعض من الذباب الإلكتروني لجماعة الإخوان المسلمين الذي يريد النيل من الدولة المصرية ربما يكون اختلق حسابا للعميد راغب. إنما العميد سمير راغب دعني أؤكد أن هذه التصريحات يعني أنا متأكد أنها لا تبد من قريب أو من بعيد من العميد سمير راغب، لأن العميد سمير راغب يعلم أن يعني حجم مصر في القارة الإفريقية ويعي تحركات الدولة المصرية ويعي الحقيقة يعني ما أنجزته الدولة المصرية طيلة ترأسها للاتحاد الإفريقي. اسمح لي، الوقت يداهمنا سيد أحمد. سيد أحمد إذا سمحت لي دعني أنتقل بالسؤال إلى السيد حالي. استمعت إلى ما قاله أحمد العناني، لديك نقاط تريد الرد بها، تفضل. يعني أنا لم أكن يعني أنا لم أكن أكثر حظا مما وجده الأخ أحمد العناني في الزمن يعني، لكن كما قال يعني أعتقد أن مصر والسودان وأثيوبيا من أوائل الدول التي كانت قد أسست الاتحاد الإفريقي، لكن تعاقب الحكومات في مصر يعني مصر حريصة على تحقيق مصالحها دون مراعاة لدول الجوار حتى، ومصر يعني حيدت حتى قضية فلسطين وسجنت قضايا جامعة الدول العربية في زاوية ضيقة جدا. لذلك أنا أقول أن هناك إشكالية من الجانب المصري في الاستفادة من المحافل الدولية الإقليمية العربية والإفريقية لتحقيق مصالحها فقط، ولا تراعي حتى مصالح السودانية. لا أدري لماذا، لكن من حق كما قال هو أيضا في بداية حديثه الأخ أحمد عنان، قال أن أي دولة ترى يعني لا بد من تحقيق مصالحها وترى يعني كيفية تحقيق هذه المصالح، لكن ينبغي أن تكون تحقيق هذه المصالح بطريقة يعني يكون فيها نوع من مراعاة حقوق الآخرين. كيف حقوق الآخرين؟ اسمح لي دعني هذا السد يعني عودة إلى الموضوع، أثيوبيا ترى أن هذا القضية أو هذه القضية هي فيها نوع من التنمية، فيها يعني تحقق مصالحها التنموية ولا تضر بالآخرين. لذلك أين الخلاف؟ أنا لا أرى هنا خلافا، أنا لا أرى أي موقف سلبي في هذا. في متحدثين سودانيين يتحدثون يقولون بأن سد النهضة يشكل ضرر على السودان ويشكل ضرر على إثيوبيا ويشكل ضرر على مصر. متحدثين سودانيين يظهرون على بعض القنوات على بعض القنوات العالمية يؤيدون الموقف المصري بالكامل، وأنت تتحدث بخلاف ذلك. أعطيك أسماء، لدينا المهندس حيدر، لدينا الدكتور أحمد المفتي. يعني كيف ترد على هذه الأصوات وأنت تناقضهم وأنتم يعني من نفس البلد السودان؟ يعني أنا أقول لك شيء أخي الكريم، يعني هناك ربما يكون هناك يعني عدم توافق في بعض يعني المسائل الفنية، لكن نحن نتحدث عن مجمل المسألة، أن نرى مجمل قضية سد النهضة. هل سد النهضة هو مفيد بدرجة كبيرة جدا للسودان أم لا؟ لم أسمع ولم نرى يعني جهة ما تذكر أن لسد النهضة هناك مضار للسودان. أجمع الخبراء السودانيون، هناك يعني أصوات شاذة ربما تم شراءها بالمال أو تم إقراءها بشيء ما للحديث عن أشياء مخالفة للواقع. لذلك أنت الآن ترى يعني لماذا، أنا أقول لك لماذا سكت الخبراء المصريين عن موضوع سد النهضة إلى أن وصل إلى نسبة نسبته 75% من عملية البناء، إذا كان هذا السد سيضر بالمصالح المصرية. يقول لك محمد عبد العاطي وهو معالي وزير الري المصري أنه إثيوبيا خدعتنا
وأن أثيوبيا قالت لنا على سد معين واكتشفنا سد آخر في أرض الواقع. أثيوبيا لم تخدع أحد، لكن أثيوبيا أرادت أن تنمو، وأثيوبيا أرادت أن تنهض، ويعني يعني مصر، أنا أقول لك مصر أكثر الدول يعني تشهدت تنمية حقيقية هي مصر. استفادت من كوادرها، استفادت من مواردها الطبيعية، واستفادت من خبرائها، ومصر دولة متقدمة. لماذا لا يكون هذا التقدم؟ لماذا لا تكون هذه النهضة في مصر، في أثيوبيا، أو في السودان، أو في أي دولة، أو في الصومال، أو في جيبوتي؟ المسألة هي مسائل يعني زي ما تقول قضايا نظرة استراتيجية، قضايا سياسية، وليست مسائل فنية. سيد أحمد، استمعت إلى الأخ حالي وهو يتحدث ويقول بأن السودان لا يتضرر، ولم نسمع مسؤولا معتبرا بل أن السودان لديه إجماع، ومع ذلك تصر القاهرة على أن هذا السد له أضرار. أسألك الآن برأيك سؤالا سألتك إياه قبل قليل، إلى أين تتجه مفاوضات سد النهضة؟ وكيف يعني هي المواقف المحتملة من الأطراف الثلاثة كمراقب مصري للمشهد؟ وللأسف ما زال الصوت تقطع أستاذ محمد، ولكن سأرد في عجالة على ما سمعته من الضيف حينما تحدث أن القاهرة يعني لا تهتم بالقضايا الإفريقية، خاصة يعني كما سمعت يعني أنها لا تقف بجوار السودان. يعني هذا في واقع الأمر لا يعكس يعني علاقة الأشقاء بين الحقيقة السودان ومصر. مصر يعني منذ القدم وهي تربطها علاقة وثيقة مع الجانب السوداني. أعتقد أن حينما يعني كانت الولايات المتحدة الأمريكية ويعني لم ترفع اسم الدولة السودانية من قائمة الإرهاب، أعتقد أن مصر طلبت الولايات المتحدة الأمريكية برفع اسم السودان من قائمة الإرهاب. مصر تقف بجوار الدولة السودانية والقيادة السياسية في مصر، تقف بجوار استقرار الدولة السودانية، مصر تقف بجوار الدول الإفريقية بشكل عام، ولكن هناك علاقة وخصوصية مع الجانب السوداني. لست أدري لماذا الضيف الحقيقة من السودان يريد أن يوصل للمشاهد صورة بأن مصر لم تقف مع الدول الإفريقية وأن مصر لم تقدم شيء للسودان. على العكس سيدي الفاضل، مصر دعمت خيارات الشعب السوداني في الحقيقة التغيير، ما حدث في التغيير مؤخرا، وأيضا القاهرة وقفت بجار الدولة السودانية فيما يخص رفع اسم السودان من قائمة الإرهاب وغير القضايا الماضية وفي مكافحة الإرهاب وتبادل المعلومات وغيره. أرجع، الضيف تحدث في نقطة أخرى، تحدث أن في 2011 لم تتحرك القاهرة حينما تم بناء السد. يعني هذا أمر غير صحيح. أعتقد أن القاهرة في ثورة 2011 كان هناك فراغا سياسيا في الدولة المصرية، ودعني أقول لك أن وأنا على قناة أثيوبية أن الدولة الأثيوبية استغلت الفراغ السياسي الذي حدث في مصر في 2011 وتم بناء سد النهضة، ومن ثم جاء نظام الإخوان المسلمين في مصر في 2012 لكي لا يتحرك ولا يقدم أي رؤية حقيقية، بل على العكس هو زاد في واقع الأمر من التوترات ما بين العلاقات المصرية الأثيوبية حينما اجتمع الرئيس المخلوع محمد مرسي في اجتماع في حقيقة. يعني أنا أتحدث هنا في بعض النقاط، ومن ثم كانت هناك حينما تولت مصر الرئيس عبد الفتاح السيسي كانت هناك مفاوضات جدة، ودخلت مصر في مفاوضات جدة وأبدت القاهرة تخوفها، وتحدثت القاهرة على تفاهم في التنمية مقابل عدم الأضرار بالأضرار الجسيم بالدولة المصرية، وانخرطت مصر في المفاوضات. طيب أشكرك، دعني أعود إلى سؤالك. حضرتك سألت سؤال وتحدثت إلى أين تذهب المفاوضات ما بين أثيوبيا وبين مصر. باختصار لو سمحت، باختصار، لأن الوقت يداهمنا سيد أحمد، في أقل من دقيقة من فضلك. في أقل من دقيقة، أعتقد أن مصر منخرطة في المفاوضات. مصر تعول وبشكل كبير على تفاهم الجانب الأثيوبي، معنى الضرر الجسيم الذي سيلحق بالدولة المصرية في حال عدم التزامه باتفاقية المبادئ، في حال عدم التوافق من الجانب كل من الحقيقة من الجانب الأثيوبي بالتحديد، وتوقيعه على المادة الإلزامية، وتوقيعه على الحقيقة يعني بعض النقاط الجوهرية وبعض النقاط الهامة التي تتحدث عن عدم الحقيقة بناء منشآت أو بدأ عدم بناء سدود مستقبلية. وضحت الفكرة سيد أحمد، دعني أتيح الفرصة لحالي يحيى. الأخيرة اللي هي حالي يحيى بشكل سريع. نعم محمد، أعتقد أن يعني لابد على الجانب الأثيوبي ألا يكتفي بالقواعد، معلش نقطة سريعة، ألا يكتفي
الجانب الاثيوبي بالقواعد الارشاديه، وان يكتسب احترام المجتمع الدولي في انخراطه وفي حل هذه الازمه لصالح دول الثلاث وليس لصالح الدوله الاثيوبيه. نعم، دعني اتيح الفرصه لحالي يحيى. حالي يحيى، في لحظه من فضلك، لحظه من فضلك، بشكل سريع. اثيوبيا، يقول لك الرجل، استغلت الفراغ السياسي الحاصل في مصر، رغم أن القاهرة، يعني رغم أن أديس أبابا أخطرت الجانب المصري وكذلك بالأطراف المعنية في هذه الأزمة بأنها ستقدم على إنشاء سد النهضة. هذه النقطة أريدك أن ترد عليها بالتحديد، إضافة إلى ما سواها من النقاط التي أثارها أحمد العناني، ولكن بشكل سريع من فضلك. وهل كانت أثيوبيا يعني مستقرة، أو كانت هناك أوضاع مستقرة في أثيوبيا؟ التقلبات السياسية شهدتها مصر وشهدتها أثيوبيا وشهدها مؤخرا أيضا السودان، لكن في نهاية المطاف الأثيوبيين تعاملوا مع قضية صد النهضة بطريقة حضارية وبطريقة موضوعية جدا جدا، مع وجود اختلافات في مراحل التفاوض في السنوات الماضية. لكن لا أتفق مع ما قاله الأخ أحمد العناني في مسألة قضية دعم مصر لكثير من القضايا السودانية. نعلم أن خلال فترة عمر البشير السودان مصر لم تكن يعني تدعم البشير أو لم تكن راضية عنه، لذلك في كثير من المرات عبر كما قال كانت مصر عضو في مجلس الأمن الدولي، يعني حاولت أن تضغط على السودان في تلك الفترة. مصر دائما ترى في موضوع السودان، إذا كانت السودان يسير في اتجاه مصالحها مصر تدعم السودان، أما إذا كان السودان يريد أن ينتفض ويريد أن يتسيد قراراته مصر أحيانا تعارض. هذه المسألة معروفة، يعني هذه مسائل تاريخية، لا داعي لإنكار الحقائق التاريخية واقعية الآن موجودة. نحن الآن في موضوع صد النهضة كما قال الأخ. أسألك سؤال وتجيبني عليه باختصار. السيد أحمد العناني يقول أن الإخوان المسلمين أيضا كانوا سببا في التفريط في ملف صد النهضة، وكذلك الإعلام الرسمي يتهم جانب المعارضة بهذا الاتهام. كيف ترد أنت كمراقب وباحث في العلاقات السودانية الإثيوبية وأنت ترى بأن الإخوان أو ما يسمى بالمعارضة تتهم الحكومة وهذا الأمر تائر؟ من الذي جاء بالإخوان إلى مصر، ومن الذي جاء بالإخوان إلى السودان؟ أليسوا هم الشعب المصري؟ لذلك أنا لا أقول هذا إخواني ولا هذا. المهم هناك كانت حكومة مصرية وكانت هناك حكومة سودانية وكانت أيضا حكومات متعاقبة في أثيوبيا، حكومة ملز زناوي، حكومة هيلا مريم دسالين. نحن نتحدث عن حكومات، لا يعني لا نخرج الموضوع من يعني من من أيوة من سياقه. اتفقنا أو اختلفنا، هناك حكومات كانت موجودة في مصر وحكومة أيضا ذهبت. لذلك أنا أقول أن المسألة الآن تسير إلى المسار الصحيح، ونتمنى أن يكون اتفاقا قريبا يعني بين الدول الثلاث. أيضا بدورنا نرجو ذلك. مشاهدين الكرام، لا يسعني في نهاية الحلقة إلا أن أشكر ضيفي الكريمين، السيد أحمد العناني الصحفي والمحلل السياسي من القاهرة والذي كان معنا عبر خدمة سكايب، كما أشكر السيد حالي يحيى الباحث في العلاقات الإثيوبية السودانية. وحتى ألقاكم في حلقة مقبلة، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.